لهم كام حاجة لأن المكان احنا بنروحهم على أساس الجوانب. طب أنا لهم كام حاجة أثناء العرض. بس ما تاخدش عشان تمشيهم بقى هو بس خلوا عيني على مالوش دعوة لك ولا بأي حاجة. هما يشتغلوا هما هيبقى الكلب ده اللي احنا بنتكلم عليه وهتاخد فلوس زي ما احنا ماشي يا استاذ احمد نبداوا ونسيبهم براحتك انا عايزه اقول واحده ما عندش اعطي الكاميرا لما يجي Yeah.
Thank you.
Ha ha.